قانون الأسرة الجديد أنا شايفه أنه قانون كويس وأحسن من القانون القديم، على أساس فترة الحضانة مع الأم بتبقى 9 سنين، فحتى لو الولد أو البنت قعدت معايا بعد كده تكمل مثلا مع الوالد، ما يبقاش الفترة فترة كبيرة. مش حلو، لأن هي الأم هي اللي بتربي، الأب بيبقى في شغله، هيسيبه مع مين في البيت؟ يعني هي بتبقى فاضياله، بتذاكر له، بتتابع، اما الاب هو بيروح شغله وهيسيبه مع مين؟ لا طبعا، تقليل مده الحضانه ما كده يعني حرام، انا شايفه ان هو مش حلو. طبعا المفروض ان هو الطفل بيفضل مع امه لفتره معينه، كان 15 سنه حلو جدا، لكن اقل من كده صعب. القانون القديم احسن من القانون الجديد. ليه؟ لان حضانه الطفل لم يكتمل نضوجته الا بعد ال 15 سنه، ده عشان يبقى الطفل مدرك. لكن احنا اصلا مش محتاجين لا قانون جديد ولا قانون قديم، احنا عايزين ان الاب والاسرة والزوج والزوجة يكتملوا تمام الاكتمال، حتى لا يضيع الاطفال دي، حتى لا تشرد هذه الاطفال. لا مش كويس ده، لا، عشان الاب مش هياخد باله من ابنه ولا من بنته زي الام. الام هي بتبقى يعني واخدة بالها من عيالها في كل حاجة. افرض ان ابوه متجوز واحده غير امه، هل مرات الاب دي هتخلي بالها من العيل او العيله زي الام؟ لا مش زي الام. لا، هو القانون الجديد كويس ان الابن لازم يتعرف على والده اكتر من يعني اكتر فتره ممكنه، ان هو مش ياخده من وهو عنده مثلا 15 سنه ان هو يعيشه عنده. طب ما انا عايز اعرف طبع ابني ايه، وانا عايز اعرف طبع بابايا ايه مثلا، فهو القانون الجديد ده كويس. القانون الجديد احسن، 9 سنين احسن من 15 سنه، لان 15 سنه ديت وتشوف الطفل بتاعك مثلا لمؤاخذه ساعه ما ينفعش، ساعه واحده ما تكفيش. وبعدين يعني هو كده كده اصلا حضانه بتبقى مع الام بعد 15 سنه، وبعد 15 سنه ياخدوا الاب ويربيه. لا، القانون الجديد طبعا لابد من تفعيل القانون الجديد حفاظا على العلاقة السوية بين الرجل وابنه أو أمه. طبعا ده تعديل كويس جدا عشان خاطر الطفل يقدر يشوف أبوه أكتر فترة ممكنة، بيدي مساحة كويسة إن يحصل ألفة بينهم، وده المفروض المطلوب من الأسرة. القانون الجديد أحسن عشان مبدئيا ما ينفعش هو يعيش 15 سنة مع أمه وبعد كده فجأة يروح لباباه اللي هو أصلا ما يعرفوش، ممكن يكون ما شافوش 15 سنة أصلا، فده هيبقى يعني هيعمل له هو حاله نفسيه فظيعه. ده غير ان المفروض ان هو الاب وجوده اساسي اساسا ايا كان الاب، يعني هو في ابات كتير هنا عندنا مش كويسين، بس ده بيفرق، يعني وجوده بيفرق. القانون الجديد علشان انا كده بوفى ما بين الاب وما بين الام، بخليه يشوف يقعد مع الام وبخليه في نفس الوقت يشوف الاب، مش بحرمه من الاثنين ولا بخليه يقعد مع ده 4 ساعات، مش بحدد له وقت، انا بخليه ياخد حريته ان هو يقعد مع ده ويقعد مع ده بس.